صباح الخير وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله، وربنا يتقبل مننا. النهاردة أنا جاي أتكلم عن بيرفيوم. بيرفيوم ده لحد ما هو مش مشهور شوية أو ما لقاش صيت كبير جدا، ودي لأسباب كتير جدا أنا هقولها لكم. أولا البيرفيوم هو اسمه جوفان سيكريت أمبر أو سيكريت أمبر. سيكريت امبر او سيكريت امبر هو بارفان الكونسبت بتاعه هو يعني اللي صممه عاوز يوصل لريحة العنبر، ان هو يكون مهيمن على كل حاجة. لو جينا بصينا على النوتات العطرية لهذا البرفيوم هنتلاقي البرفيوم مقدمته الزنجبيل جينجر، وبرضه هنتلاقي في السينامون، القرفة في المنتصف، والجاسمين. طبعا الحاجات الجاسمين او الروز، روز اه جاسمين وروز انا اسف السينامون القرفة والروز والورد. تعال بقى شوف القاعدة بتاعته، هنتلاقي القاعدة بتاعته العنبر وهنتلاقي فيها المسك. بس اللي انا شايفه ان جوفان سيكريت عنبر هو عنبر بس، هو جاي من اسمه، هو المهيمن عليه العنبر. البرفيوم ده صدر سنة 2012 وكان بيتباع بألف جنيه، ألف جنيه، ونازل منه جوفان ماسك وجوفان عود، وهو مخصص شوية من الروائح الشرقية. تمام، البرفيوم أداؤه ضعيف، الفواحان ضعيف، ده يرجع على ان هو كولوجين، كولونيا يعني نسبة البرفيوم فيه او الزيت العطر فيه بتتراوح من 3 لـ5 او من 1 لـ5. تمام، 5% يعني. البرفيوم اهو موجود معانا، اداؤه زمان قلت لكم ضعيف شوية، بس اهو بنجرب وبنستعمل. عشان ريحه، بس انا سبب اختياري لي ان انا بعشق العنبر يكون من مكونات البرفيوم. تمام، واشوفكم ان شاء الله مع برفيوم جديد واطلاله جديده كده من برفيوم جديد ان شاء الله، واستنوا كمان منتجاتي اللي انا هنزلها باذن الله قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.